ايه ده؟ خلاص دي شايفين دي الايونيك الجديدة دي حضرتك كهربا بتمشي 550. بص انا مجرد ما قربت ناحية العربية بصوا هوريكم حاجة. بصوا انا بعدت عن العربية اهو، الريموت في ايدي اهو، الريموت في ايدي ماشي. ثانية واحدة يا توني ثانية، انا قربت خلاص ماشي، هفرجكم من جوه كده خلاص على الشياكة والحلاوة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ واخدة طبعا الشاشة بتاعت مرسيدس، خلاص كله واخد الشاشة دي اصلا يعني. ورا ايونيك 5 بصوا انا كده بالريموت فتحت الشنطة ماشي، وبرده ايه بالريموت اهو طيب. بصوا بقى مكان الشحن، تعالوا اوريكم مكان الشحن برضو هنا في الريموت. بص اهو واخدين بالكو، ده مكان الشحن. على فكرة العربية دي شحن اوروبي، يعني بتشحن سريع وبتشحن بطيء ومفيش بدون اي تعديلات، وبرضو بنفس الزرار قفلنا الباب بتاع الشحن. الجديد بقى ايه؟ بص يا سيدي فتحت، استنى طب كده نفتح نقفل نفتح ونقفل. في باب مفتوح؟ لا كله مقفول. هندوس هولت، دوسة طويلة هتنور، ثلاث انوار. اه وبعد كده هنعمل بقى ندوس على البي، عايز تطلعها قدام هندوس على الزر ده قدام ده. ايوه دوسة طويلة ده؟ اه خليك داس عليه كده، العربية دايرة هتفك الفرامل وتنور النور وتمشي. اوبا، ولو في حد واقف قدامها تروح مكسر الدركسيون يمين وشمال عشان تحول، عشان تحول. بص هي لقيت حد واقف جنبيها هنا. لا انا اللي شلت ايدي عشان انت خوفت. اللي شلت ايدك؟ لا ما هتقف. لا خفت الصراحه. هتقف، كمل تاني كمل. بس انت واقف جنب العربيه يعني في المحتوى بتاعها هتمشي. بص يا جماعه اهو ما تخافش هتقف. صور بقى عربيه من غير سواق. استنى يا حبيبي بص، بص هتقف عند العربيه. لا انا مش انا مش عايز اوديك. ما تخافش والله. انا خايف. رجع بقى، لو عايز ترجعها ترجعها تاني. بصوا يا جماعه يعني كده كان. بص هتعمل ايه لما تقف عند العربيه او لقيت حد قدامها؟ وقفت يا جماعه اهو. بص انا نازل سدايس، شافت الراجل وقفت. رجع بقى ادوس على نفس الزرار بس ابعد عنها وانت بترجع بقى. طب هنقف على جنب برضه جنبيها. حلو الكلام ده على فكره. لا عشان نسيت كلمه السر. ارجعي يا نورماندي، ارجعي ارجعي يا نورماندي، ارجعي يا ايونيك. هترجع كده. بص يا جماعه من الريموت ها. ابعد شويه. لا ابعد ابعد. بص اما حد يقف وراه قرب كده عليها. هي جايه له، هي جايه له. هتقع. وقفت. سيفتي وايز يعني. الكوري برضو. الخواجه الكوري اتعلم من الخواجه الالماني. لا وبتركن لوحديها. انت ممكن تركن لوحديها. تركن لوحديها دي خلاص بقى. على مكان تركن من الريموت. والله حلو الكلام ده. ومعاها كارد كده تحطه على القايم وتسيبها وتمشي بقى. حلو يا جماعه الكلام ده. ايه رايكم؟ العربيه دي بتمشي في الشحنه 550 كيلو متر، وبتشحن شحن سريع في حوالي من 20 ل 30 دقيقه، والشحن البطيء من 3 ل 4 ساعات. خلاص فيها كل اللي بتحلم بيه. بصوا الشاشه جوه، نفتح كده. بصوا بقى طبعا احنا عشان خدت بالي. بصوا الشاشة، تكنولوجيا بقى مش طبيعية. طبعا كراسي كهربا وكنبة كهربا العربية دي طبعا انا معرفش سعرها كام يعني، بس يعني اكيد كسرة معدية المليون 600 700 اكيد يعني عشان لسه جديدة. بصوا الكنبة مفيش اضاءة،
استنى كده احاول. بصوا الكنبة كهربا، واخدين بالكم؟ في صرف، في صرف في التكنولوجي. طبعا يعني ايه القفلة الجميلة تاخد ايه